هي كانت بتقابل رئيس الوزراء من شوية على مدى ال5 سنين اللي فاتوا في اليوم اللي مصر بقت بتتعامل معاه كتقليد اجتماعي يتحمس له ويحضره سيد رئيس الجمهورية وهو قدرون باختلاف. الضحايا الحروق كانوا موجودين في 3 مرات، ال3 مرات الأخيرة كانوا موجودين وحاضرين في اليوم ده. زي ما قلت لحضراتكم هي كانت مع السيد رئيس الوزراء، هي النهاردة كان كمان الافتتاح الخاص بالمستشفى. من الإعلانات يعني موضوع الحريق والإصابة بالحروق ده بالمناسبة بيبقى موضوع إنك تتعامل معاه علشان تقدر تكسب تعاطف بيبقى موضوع صعب، وهم مروا بمراحل كتير على مدى السنين اللي فاتت علشان يعملوا توعية بخصوص ضرورة مساعدة الناجين من الحروق وكيفية التضامن معهم. واحد من أبلغ حتى السبوتس زي ما بيقولوا أو الإعلانات اللي خرجت إنه الست اللي قاعدة اللي ممكن تبقى أي حد فينا يعني قدام التلفزيون وقالت ياه زهقتونا، وفي لحظة ممكن حياتها تتغير لأنه حد من أسرتها أو حد من بيتها يبقى مصاب بحرق. دكتورة هبة السويدي برحب بحضرتك معانا يا فندم، رئيس مجلس أمناء مستشفى حروق، أهلا مصر. أهلا بيك يا فندم، زي حضرتك. أولا مبروك على أكثر من نقطة تطور جديدة. ربنا يخليك فندم، هو الافتتاح الاسبوع الجاي ان شاء الله. الاسبوع الجاي انا اللي اتلخبطت، انا اسف. لا بعتذر بعتذر لك. لا الايام بتتلخبط يعني معانا، بعتذر لحضرتك. الايام كانت الحمد لله رب هانت الحمد لله الحمد لله. وبعدين خلاص ما دام الافتتاح معدل الاسبوع اللي جاي يبقى الامور دلوقتي يعني ايه خلاص في الترتيبات التفانيش البسيطه جدا يعني. خلاص الحمد لله الحمد لله الف حمد يعني بعد كذا يعني 4 سنين ومعاناه بس الحمد لله وصلنا للنهاية الحمد لله يا رب. في كل مرة حضرتك بتشرفينا سواء من خلال التواصل التليفوني أو من خلال وجودك معانا في الاستوديو بتبقوا قطعتوا مرحلة وخطوة كبيرة. احنا الحمد لله النهاردة خلاص احنا يعني على بعد أيام انه هيبقى عندنا مؤسسة علاجية تتعامل بس مع ضحايا الحروق. مظبوط حضرتك. ايه اللي احنا بنفكر فيه دلوقتي؟ انا عارف ان حضرتك كنت لسه خارجه من اللقاء مع رئيس الوزراء والمرحله اللي احنا موجودين فيها مرحله مهمه رغم صعوبتها اقتصاديا. لا هيك احنا كان عندي اجتماع للتنسيق بس عشان مع يعني الفريق بتاع رئيس الوزراء عشان افتتاح المستشفى. عشان الافتتاح. عشان الافتتاح بالضبط. احنا ان شاء الله حياتك المستشفى هي تعتبر اول مستشفى حروق في الشرق الاوسط وافريقيا بساعة 60 سرير. يمكن هيك اللي احنا بنتكلم عنه حتى النهارده قادرون باختلاف انه قبل قادرون باختلاف ما كان ناجين من الحروق يطلعوا ما كانش صح. الناس لسه مستوعبه مدى فداحه موضوع الحروق خالص او قضيه الحروق لا احنا عارفين المشكله قد ايه ومتضررين من ظهورها هيك عشان كنت معانا من الاول خالص فطبعا هيك عارف بس فعلا يعني من ساعه ما ابتدوا ان هم يظهروا للنور قدام الناس بدات الناس تحس بالموضوع اكتر وطبعا يعني الفضل ده لسيد رئيس الجمهوريه بصراحه من يوم ما هو تقبل بسمله واتكلم معاها لما طلبت منه من 3 سنين هي تطير بالطياره وهو يعني ما حرمهاش من امنيتها دي بداوا الناس يتغير نظرتهم لقضيه الحروق ويفهموها اكتر يفهموا قد ايه الاصابات دي ممكن بتنهي حياه ناس كتير جدا وفي الوقت نفسه اللي بيقدر ليه ان هو بيعيش بتشوهات واعاقات بتعيقه عن ممارسه حياته يعني اعتقد ان احنا امبارح كمان كان معانا رماس ورماس برضه كانت من الناجين من الحروق وفقدت اعضائها الاثنين بس بالتاهيل النفسي انا كنت لسه هسال حضرتك على الجزئيه الخاصه بالتاهيل النفسي لانه من الممكن انك توصلي لدرجه علاج كويسه بس البني ادم بيبقى من جواه مش زي ما حضرتك قلتي بالظبط مش قادر يواجه حياته في حالته الجديده او حالته المختلفه دي هو حكي مش هيك هو لا بيقدر يراجع حياته والمجتمع كمان ما بيبقاش متقبله جدا ما بيبقاش متقبله حكي احنا التأهيل النفسي للمصاب الحروق بيحصل من اول ما بيدخل المستشفى بيدخل العنايه المركزه هيك عارف هو بيقعد في العنايه المركزه من شهر 3 شهور او قد تمتد ل6 شهور وللاسف بيبقى حالات كتير جدا منهم عايزين ينتحروا للاسف تخلصوا من حياتهم ان هما بيكونوا مش قادرين ان هما يستوعبوا اللي حصل لهم والتشوهات والاعاقه اللي بتحصل لهم فبالتالي احنا بنبتدي معاهم من بدايه ما بيدخلوا الفريق التاهيل النفسي بيبتدي مع الحالات ومع اهاليهم عشان ناهل الاهل ازاي يتعاملوا مع الحالات دي بعد الاصابه
عايز اسال حضرتك، وعايز اقول لحضرتك ان هم بعد ما بيطلعوا من المستشفى بنكمل معاهم، ان احنا الموضوع معانا مش زي ما حضرتك قلت هي مؤسسه علاجيه، فاحنا الموضوع بالنسبه لنا مش مجرد ان احنا بننقذ حياه لا انت مش مستشفى بتعملي عمليه او بتعملي ترقيع جلد ويمشي وانتهى الموضوع. لا ما فيش كده، اول حاجه ننقذ حياته، وبعد كده بنبتدي بقى نزيل اسباب الاعاقه ونعيد بناء اعضاء الجسم الوظيفيه، بس كمان بنكمل معاهم الاكتر من كده ان احنا بنأهلهم ان هم يشتغلوا تاني، بنعمل لهم تأهيل للحركة الوظيفي للحركة بتاعتهم، فيقدروا ان هم يكملوا تعليمهم. واحدة زي ريمات هيك شايفها ما شاء الله عليها يعني بطل السباحة صحيح، فبالتالي احنا بنفتح لهم مجال وكمان بنشغلهم، يعني اللي بنقدر نكمل معاه تعليمه بنشغله، وردي عندنا في المستشفى دلوقتي 5 بيشتغلوا معانا في المستشفى من ناجين من الحروق. الخدمات بتاعة المستشفى هيتم تقديمها كاملة بالمجان؟ طبعا بالمجان طبعا بالكامل؟ بالكامل حضرتك. دايما بيبقى فيه مشكلة في الحكاية دي، لأنه ممكن، وأنا بكلمك بصراحة وبس حضرتك بنفكر بصوت عالي، يعني دايما بيبقى فيه مشكلة في الحكاية دي، إنه الواحد يخاف من القدرة على الاستمرار. أنت عارفة إن إحنا عندنا مشكلة، دايما عندنا أزمة اقتصادية دلوقتي، والقرش بقى عزيز والبيت محتاجه، فازاي بتضمني انك تقدري يبقى عندك الاستمراريه في حاجه زي دي؟ هقول لحضرتك حاجه، اولا يعني انا دايما بقول لهم الشعب المصري بيبهرني في الازمات، وبيبهرني صحيح. دايما بكم العطاء اللي فيه، وده احنا شفناه حتى يمكن وقت غزه، يعني سبحان الله كم الخير اللي طلع لمساعدات لغزه من الشعب المصري. كانت انا نفسي كنت بقى قاعده واقفه، احنا بنعمل باكينج للقوافل مش مصدقه نفسي من كم الخير اللي طالع. احنا عشان خاطر الحته دي حضرتك احنا عملنا جوه المستشفى خدمات معينه بتقدم للقادر على الدفع مش من ضحايا الحروق، يعني مثلا العيادات الخارجيه، معامل الدم، زي كل المستشفيات الخيريه ما هي عامله كده، يعني بدون ذكر اسامي بيبقى في خدمات معينه انا لو تعبانه بثق في خدمتهم فبروح اعمل اشعه. هتروحي العياده، هتروحي تعملي الاشعه، هتروحي تعملي التحليل، دي بتدفعي فيها مقابل. بالظبط، وبدفع مقابل كتبرع للمستشفى. مفهوم. فده بيضمن جزء، بالإضافة أن أنت بتحاول أن أنت عندك دايما جزء أنت بتدخله كودايع أو وقف خيري، المتبرعين حابين هم يعملوا الوقف ده. صحيح. فبتحطها كوديعة بناء على طلب المتبرع، أنه الفوائد أو اللي ما يضائم، يعني اللي بيطلع من الوديعة دي أو من الوقف الخيري هو اللي يضمن الاستمرارية كمان. بالضبط كده، بالضبط. زي بناء على مقابل، يعني على قبول المتبرع نفسه. زي ما حضرتك قلتي، الواحد متشرف انه كان متابع من اول لحظة، وانا بقول شهادة المتابع من اول لحظة، انه كمان حماسك ووقتك وجهدك هو محرك اساسي. صحيح بقى في محركات تانية وفي تيم وفي فريق، بس برضو لازم ندي لكل ذي حق حقه، زي ما دايما بنقول هبة السويدي محرك اساسي، المين انجن زي ما بيقولوا ورا الموضوع ده، لغاية ما يبقى قدامنا الاسبوع اللي جاي المؤسسة العلاجية الشاملة لضحايا الحروق، مش في مصر بس ولكن في منطقتنا كلها. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم على وجود حضرتك معنا. جدا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا، ميرسي لحضرتك.